غالباً ما نرى في حملات التوعية المتعلقة بمكافحة سرطان الثدي عند المرأة أشرطة وردية اللون، وخاصة في شهر أكتوبر. نحن نعلم بالطبع بأن اللون الوردي لون هادئ وجميل، ارتبط بالأنوثة في كثير من المناسبات، ولكن الغريب ارتباط هذا اللون بمرض خطير كالسرطان. ولنفهم القصة لابد لنا من العودة قليلاً إلى الماضي، حيث ظهرت الأشرطة في الطقوس العسكرية. ففي الاتحاد السوفيتي استخدمت الشرائط الصفراء كرمز للانتصار على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وفي أمريكا كان الجندي يرتدي شريطاً أصفر، مما يعني إنه منتسب للخدمة العسكرية. وهكذا أصبحت الأشرطة تستخدم كرموز للدلالة على قضية معينة، حتى إنها دخلت في مجال الطبابة، حيث أن هناك أشرطة خاصة لكل مرض أشهرها الشريط الأحمر الذي يرمز إلى دعم مرضى الإيدز، والشريط الأخضر الذي يشير إلى التضامن مع مرضى الهوس الاكتئابي. أما مرض الزهايمر فيتم التعبير عن دعمهم بالشريط الإرجواني. وبالطبع هناك ألوان خاصة بكل نوع من السرطان، ويعتبر الوردي أشهرها. ولكن لماذا اللون الوردي بالتحديد؟ كان أول ظهور لهذه الأشرطة في عام 1991 عندما قامت مؤسسة سوزان كومان الشهيرة في أمريكا بتوزيع أشرطة وردية على المشاركين في ماراثون نظم من أجل توفير دعم مادي للناجيات من سرطان الثدي في مدينة نيويورك. إلا أن الاعتماد الرسمي للشريط الوردي كان في عام 1992، وبما أن المؤسسة ضخمة جداً ولها 124 فرع حول العالم، فقد انتشرت الأشرطة الوردية بشكل كبير من خلال حملات التوعية والبحوث وخدمات الدعم التي قامت بها المؤسسة منذ نشأتها عام 1982. وإذا كان الشريط الوردي خاص بالنساء، فالشريط الأزرق الممتزج بالوردي يرمز إلى سرطان الثدي عند الرجال، بيد إنه نادر الاستخدام، حيث تم تصميمه سنة 1996 من قبل نانسي نيك رئيسة مؤسسة جون ووكر نيك للتوعية بسرطان الثدي عند الرجال. وأنتم هل تعرفون أشرطة أخرى؟